خلينا نروح برضه سريعا معانا على الهاتف الدكتور محمد الشواتفي، عميد كليه التجاره الاسبق. اهلا بحضرتك يا دكتور. وفي البدايه يعني كنا بنتكلم على ان في خطه جاده من الحكومه المصريه لمواجهه التضخم والسيطره على الاتجاه الهبوطي او المسار الهبوطي اللي كان اخذ فيه هذا الامر. تعليق حضرتك في البدايه. هو الحقيقه طبعا هناك جهود كبيره تمت، بعد صباح الخير على حضرتك والساده المشاهدين والاستاذ، ان هو هناك جهود كبيره تمت خلال الفتره الماضيه على اساس ان ازمه مصر كانت ازمه انتاج، وان العرض عندها هو ضعيف او كان هناك مشاكل في جانب العرض بالنسبه لها، سواء تعطيل المصانع وعدم تشغيل المصانع، او في نفس الوقت سياسات الانتاج او السياسات الضريبيه او السياسات الماليه، كان كل هذه العوامل المؤثره عامله اختناق في جانب الانتاج سواء على مستوى التصنيع او على الزراعه او على المشاكل المختلفه. من هنا الدولة الحقيقة أخذت خلال السنوات السابقة كاختراق للأزمة العالمية أنها تبدأ في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والعمل على تيسير سياسات الإنتاج وتبسيط الإنتاج والعمل على دعم القطاع الخاص حتى يكون شريكا أساسيا في الإنتاج والعمل على جذب الاستثمارات. كل هذه العوامل عشان تقدر تحسن الإنتاج، لأن الإنتاج في هذه الحالة هو اللي هيقدر يعالج أو يحدث توازن في الأسواق، ويقدر لو من خلال المنافسة ومنع الاحتكار هيبقى في هذه الحالة هنقدر أن المنافسة ومنع الاحتكار تعمل ضبط في الأسواق وتعمل كمان توازن في الأسعار، وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم العام. الأمر الثاني كمان السياسات المالية النقدية اللي أخذتها الدولة المصرية على أساس أنها تعمل جذب للاستثمارات من خلال تحريض سعر العملة عشان المستثمر الأجنبي يقدر يدخل السوق المصرية ويقدر يشغل أمواله في داخل الأسواق المصرية، كل العوامل دي هتبدا تخفض الانتاج. ايه اللي حصل؟ ان من خلال الست شهور اللي فاتت دي انخفض معدل التضخم عندنا الى تقريبا ما فوق 25% بعد ما كان 40 وتجاوز ال 40، وبالتالي وعد رئيس الحكومه ان خلال 25 او نهايه 25 هيبقى في حدود ال 10% او ال 12%. هذا الامر الحقيقه بيديني صوره ايجابيه على اساس ان الاقتصاد المصري النهارده بدا المتخذ القرار يعرف معطيات الاقتصاد الوطني قويا، وبالتالي يقدر يدير هذه المعطيات بما يحقق المستهدفات الاساسيه. صحيح. المستهدفات الاساسيه عندنا بعد مشكلات، المشكله الاولى ان عندنا بطاله، وبالتالي هذه البطاله كانت نسبه مرتفعه. وباعتقادك سعر الصرف هل هيشهد انفراجه ايضا فيما يتعلق بهذا الامر؟ الحقيقه طبعا هو النقد الاجنبي او مشكله النقد الاجنبي تاثرت خلال الثلاث سنوات السابقه في كل روافدها، سواء في العميل في الخارج، سواء من السياحه او من قناه السويس او حتى من الصادرات. عشان كده بدات الدوله تفكر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وبالتالي كان هنا عندنا عمل صفقه راس الحكمه، استطاعت انها تحصل على كميه كبيره من الاموال او النقد الاجنبي اللي دخل السوق، واللي ادى الى بشكل فعلي الى حاله الانضباط وهبوط اسعار الدولار. صحيح. بعد ما كان تجاوز عدد نسبه كبيره رجع دلوقتي في معدلاته 48 49 50. هذه العوامل يبين هنا نتيجه اعتمدت الدوله على الطفره او على جذب استثمارات كبيره. الامر الثاني كمان انها عملت كمان في اتفاقيات سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع صندوق النقد الدولي او مع بعض الجهات المتعدده التمويل او مصادر متعدده التمويل عشان تقدر توفر نقد اجنبي. صحيح. ونجحت الدوله في هذه الامور الاربعه على اساس انها وفرت النقد الاجنبي اللي ترتب عليه زياده الاحتياط النقدي في البنك المركزي الى المستوى اللي هو اعلنه دوله رئيس الوزراء بالامس. صحيح. كل العوامل دي بتقول لنا ان احنا النهارده طالما عرفنا واقع اقتصادنا يبقى هنواجه عدد من القرارات. صحيح يا دكتور. دكتور محمد الشواتفي عميد كليه التجاره الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.